معانا رشا. رشا بتقول انا بحب البرنامج جدا وانا مواليد 28/5 وعايز اعرف الحياه العاطفيه والعمل وكمان ايه من الابراج بيتوافق معايا. اوكي 28/5 هي جوزاء بس تاخد من الثور لان هي اخر 10 اول 10 ايام في الجوزاء. اوكي بالظبط. بالنسبه للجوزاء بقول لها ما يعني مش عايزه تفتح بقها خالص اصل الفتره دي الجوزاء العشر الاولانيين او البيور او العشر الاخرانيين كلهم حلوين جدا عمليا وعاطفيا لان الجوزاء عنده السنه دي جواز هيجي بسرعه يعني كل الحياه القديمه اللي في حياه الجوزاء يركنها على جنب دي حماده واللي جاي حماده تاني خالص. ربنا تحس ان هم اصل هم شافوا اربع خمس سنين اتبهدلنا خالص يا سادي اربع خمس سنين ورا بس عشان هو برج الجوزاء الست او الراجل جامد لا برج قوي فدايما لما ربنا بيجي بيدي على الانسان بيدي للانسان او بيوجعه لا انا عايزه اقول لك حاجه ثانيه خالص دايما لما ربنا بيبقى شخص ذكي لما بيجي بيوجعه على قد ذكائه مش على قد يعني فاهمه قصدي ايه اوكي انت دلوقتي شخصيه قويه ها. اكيد لما ربنا هيجي يوجعك شويه هيوجعك بقوه على قد طاقتي او على قد قدرتي او احتمالي اكيد لما حد اضعف منك كتير لما يجي هيعاقبه او هيوجعه مش نفس الوجع بتاعك انت اللي انت قويه فالجوزاء قوي فلما بيجي ربنا بيعاقبه او بيوجعه او بيبقى الدنيا عنده مش هو تمام هو ابتلاء يعني او الابتلاء مثلا اوكي بيبقى قوي لان هو شخصيه قويه لكن ساعتها خلينا نقول ان الجوزاء الفتره اللي جايه الحياه القديمه بتاعته كلها هيديها ظهره او هو فاكر ان هو هيكمل لا مش هيكمل عندك حياه جديده حلوه جدا 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 عندك نقله من مكان من بيت لبيت انا عندي البيت عتبه والعربيه عتبه والشغل عتبه لازم عتبه من تاتا هيتغير لازم طيب. وهتتغير للاحلى فهي بالنسبه لك جوزاء الدنيا ماشيه حلوه جدا عمليا وعاطفيا لان الجواز اللي هيحصل لها الارتباط الجديد اللي هيحصل لها حد هيتقابلوا هيلاقوا هيحسوا ان هم كأنهم عارفين بعض بقالهم كتير هيفرحوا ببعض اكنهم ربنا كرمهم هيتجوزوا حلو قوي.